الحسد كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي أن الحسد يأكل الحسنات، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فاحذروا، احذروا يا عباد الله أن تحترق حسناتكم وأعمالكم الصالحة بسبب الحسد. استعيذوا بالله من الحسد، واسألوا الله من فضله، وأحبوا لإخوانكم الخير، أحبوا لإخوانكم الخير، وادعوا لهم بالبركة، والله سبحانه وتعالى واسع عليم، بيده الفضل يؤتيه من يشاء. لا تعترضوا على الله سبحانه وتعالى فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.